مرحبا، هاي طيارتنا احنا على مونتريال زي ما انتم شايفين. هاي الطيارة، الطيارة شكلها مليانة فل، الناس تستنى. لأول مرة بسمحوا على الطيارة انه ندخل معنا المشروبات والمأكولات لانه ما في بيع على الطيارة حوالي 5 ساعات، فبس الفيرست كلاس راح يعطوهم الاكل، بس غير هيك ما في اي شيء. اتوقع هاي شوية تغييرات، بس طالبين من الناس يعملوا سوشيال ديستانس. للأسف زي ما شايفين كل واحد واقف جنب الثاني، كله بكمامات، ممنوع تدخل بدون كمامة، ولما تدخل بطلب منك تكشف على الكمامة عشان يشوفوا الاي دي تبعك. الاي دي بتضلك حامله مش زي زمان بعطوك تعطيه، فتقريبا ما في اي كونتاكتس، واحد ورا الثاني زي ما انتم شايفين. في ناس لابسين فيشل شيلد، انا شريت عصير اخده معي على الطياره، هيك 4-5 ساعات لازم تتسلى بشغله نقرشه. زي ما انتم شايفين يعني فل 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 فل، انا مش حدخل بسرعه يعني مش مستعجل، حاب اضلني معكم هيك اكثر. To board through gate C56, please have your boarding passes ready. All customers over 17 must have their photo ID open for presentation. أول شيء طبعاً قبل ما أقعد نظف الإيدين، نظف محل الرأس، هذا أكثر مكان نعمل له تاتش. Thank you. بعطونا اشي مسج from our good، معطينا زي اوكي طيب good. هذه شغلة جديدة، هلا امسح الطاولة هاي كمان غنط النظر. اوكي هذا اهم اشي، الشغلات الاساسية. خليني اورجيكم شو اعطونا في هاي الزرق. طبعا مسج from our chief medical officers، بقول لك شكرا يعطيكم العافية واحنا راح نسوي اللي بنقدر عليه عشان نساعدك. فيها حلو ماسك مجلتن clean care good results، هاي snacks يعني، قنينة مية معقمة، سماعات مون اير كندا، خوف، وهذا تبع الكلين، وهذا الكحول هاند سانيتايزر جل، يعني حركة جديدة بسبب الكوفيد 19. في تغييرات كثير رح تكون، خليكم معنا ان شاء الله حتتابعونا. احد النكت اللي في الطياره بقول لك انتبه شيل الماسك، اذا نزل الاكسجين ماسك هذا اللي بينزل من فوق حطه تحت الماسك، هذا ما تحطوش فوق الماسك. انا عن جد شغله جديده ما فكرناش فيها. طبعا لاحظت ملاحظه انه كل الاماكن فيها واحد مليان واحد. احنا اللي بالنص هدول لانهم عوائل، هدول عائله واحده، بس باقي الشغلات واحد مليون واحد. انا حظي unable to offer our standard onboard service on this flight to ensure the safety for all. We are asking for your cooperation to limit movement around the cabin and refrain from congregating in the aisles. We thank you for your cooperation. Wish you a very pleasant flight with us. طبعا زي ما شايفين في شغلتين اساسيات حكونا اياها، الكمامه هاي بس تخلصها وما بدك اياها، بدك تعملها ديسبوزال، لازم تحطها في كيس اللي هو المخصص ل
الفوميتنج او المراجعه او الزباله، هم بيعرفوا ديسبوزيت صح. شغله مهمه طبعا. بالاضافه الى ذلك حكوا لنا مش حيكون في مشروبات كتير، يمكن مره واحده يمشوا، وحكوا انه لازم نخفف الحركه في الكابين عشان تعرفوا الكونتاكت والسوشيال ديستانسينج. فيعني الواحد ضلوا قاعد هالخمس ساعات الله يعين. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de débuter notre service en vol. Nous aimerions vous rappeler que le port du couvre-visage est obligatoire et l'obligation de garder le couvre-visage avant. طيب زي ما حكوا هلا انهم راح يقدموا شويه مشروبات، عصير ومي وشاي وقهوه، بس ممنوع تنزل الماسك تبعك، شايفين تنزله هيك، الا لما يمروا على الخط، يعني يصيروا سيرفينج الخط اللي بعده. صح وافي. In light of the global pandemic related to COVID-19, the Government of Canada, in cooperation with provincial territorial public health authorities, has put in place important measures to help limit the spread of COVID-19 in Canada. Please be advised that many provinces and territories are asking all travelers, with some exceptions for essential services, to undergo self-isolation periods of up to 14 days to help limit the spread of COVID-19 in Canada. Travelers are reminded to stay informed about COVID-19 measures that apply in the region where they are heading and obtain updates from their national, provincial, and territorial health authorities. Thank you. طبعا من الشغلات انه ممنوع تغير محلك ايا كان السبب، لانه بدهم يعرفوا اذا لا سمح الله في واحد معاه COVID-19 مين يتواصلوا معاه في الطياره. احنا قربنا نوصل تقريبا، و كمان صراحه ان يمكن خمس ساعات لابسينا خلاص، لازم نغيرها هلا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.